صالح طفل في 13 من عمره يعاني من اضطراب التوحد منذ الولادة، وتسببت له تلك الإعاقة بالكثير من المشكلات في حياته. تلك المشكلات جعلت من صالح طفلا منغلقا على ذاته، ويحتاج إلى تعلم الكثير من المهارات الحياتية من أخصائيين يحسنون التعامل مع حالته ليتمكن من التغلب على إعاقته. قصة الطفل صالح الذي كان لا يجيد الكلام بالخالص، ما كان يتكلم كلمة واحدة في سن الرابعة والخامسة، وبدأ في سن السادسة بكلمة كلمة هكذا، ومن ثم إلى كلمتين، واستجبنا بعد الكلام إلى نطق إلى ترديد الكلام، بدأ يردد معنا الكلام، نقول له صالح كيف حالك؟ يقول صالح كيف حالك؟ بهذا المجرد. ونقلناه بعدين من ترديد الكلام، في صعوبات لقيناها والحمد لله تجاوزناها، من ترديد الكلام إلى الرد، تسأل على أي شيء يحاول أنه يرد عليك. خضع صالح للعديد من التدريبات على بعض المهارات والجلسات المتخصصة بعد تشخيص حالته من أخصائي التدريب في المركز الوحيد بمدينة عتق الذي يعنى بحالات التوحد، وتشرف عليه جمعية رعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة شبوة. وتمكن صالح من التحدث وفهم الأشياء من حوله وإدراكها ولو بشكل محدود. أصبح متمكن بنفسه ومتفائل، لأنه خرج من المكان الذي كان فيه أو الجو الذي كان يعيشه في اضطراب طيف التوحد إلى العالم الذي نعيش فيه، هو لأنه يعيش في عالم ثاني ونحن في عالم ثاني. الطفل التوحد يبكي مش عارفين السبب البكاء، يضحك مش عارفين السبب الضحك، وحتى عندما يكون مريض مش عارف يعني، حتى إذا جينا نشتي نعطيه علاجات بصعوبة يتقبلها، لأنه يعاني من الحواس الخمس، يعاني من مشاكل الأكل والشرب، يعاني من استخدام طريقة الحمام، يعاني من كل المشاكل. يعد صالح من الأطفال القلة الذين تمكنوا من تلقي المساعدة بوقت مبكر في مركز متخصص، بينما يوجد الكثير من الأطفال كحالته في مختلف مديريات المحافظة لم يحظوا برعاية وتأهيل بسبب ضعف إمكانات الجمعية ونقص الكوادر المتخصصة فيها وعدم قدرتها على استيعاب عدد أكبر من المعاقين. قسم التوحد العدد الزايد فيه وبحاجة إلى دعم، كل الإمكانيات التي لدينا لا تغطي الأعداد الذي تتواجد، وأيضا لم نقدر نتوسع إلى المديريات، لأن هناك عدد أعداد في بعض المديريات خاصة المديريات المتباعدة، من أجل فك أقسام هناك وللعمل في هذا الجانب. وندعي الجهات المسؤولة في السلطة المحلية بالمحافظة والصندوق الرئيسي مركز المعاقين عدن وكل الجهات الخيرة للوقوف والدعم لذوي الإعاقة في محافظة شبوة. تؤدي جمعية المعاقين في شبوة دورا مهما في رعاية وتأهيل أطفال التوحد بالرغم من الإمكانات المحدودة، ولكن ذلك لا يعد كافيا، فهناك العديد من الأطفال المعاقين لم يجدوا الرعاية اللازمة لتأهيلهم ويكابدون ألم إعاقتهم دون مساعدة، الأمر الذي يضع المسؤولية الكاملة على السلطات في المحافظة لتقديم الدعم لتلك الشريحة وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم للتغلب على إعاقتهم. عوض صالح لبرنامج أسبوع البلد شبوة.